والدي كان يتمنى بس اكمل مدرسه اتخرج، كان يتمنى اريد اطلع مهندس بس انفقد، يعني ما ظل عندنا شيء، فقمنا مجبورين بطل من المدرسه ونشتغل شغل يعني عماله عم نطلع لقمه العيش مالتنا. ما خلينا مكان ما دورنا، كل مكان دورنا بس في كل شيء ما عندنا اي معلومه جديده، ما سمعنا اي خبر عنه. فانا بقيت مجبور اشتغل شغلتين، اخلص من شغل البناء اروح اشتغل بالمطعم بالليل لحد ما اخلص، الثاني يوم هم نفس الشيء. لو كان ابوي هسه موجود ما كنا نضطر يعني نعوف المدرسه، ما كان اخوي ينجبر يبطل من المدرسه يروح يشتغل. يعني اتمنى من اي واحد يسمع خبر هاي يا رد يعني يقول لنا دز لنا معلومه عنهم، اروح ارجع للشغل.